احنا بص بقى احنا عايزين من الكرينيال نيرف الحاجات اللي انا هقول لك عليها، لان هي فيها جزء كبير عن البلد، جزء كبير عن فالاولوفاكتوري نيرف. انا يهمني على طول كوزز اوف يونيلاترال انوسمنت، يعني الواحد لما يبقى عنده ضعف في حاسة الشم يونيلاترال دي تعتبر حاجة سيجنيفيكانت. ايه السبب اللي يعمل كده؟ هتلاقي مثلا في على سبيل المثال فراكتشر في الجريب ريفورم بليت، هتلاقي في احيانا بيزل مننجايتس، واحيانا برضو لو في برين تيومر زي فرانتا توب تيومر او حاجه زي كده. الحاجات دي بتاثر على الشم عشان الكورس نفسه بتاع الاولوفاكتوري نيرف بيتاثر. في بقى عندك اسباب كده كلام تاني اللي هو كوزز اوف بايلاترال انوسميا. البايلاترال انوسميا يعني حاسه الشم قليله عن الناحيتين، دي بتبقى غالبا اي ان تي بروبلم، مشاكل بقى الانف والاذن، يروح بتاع الانف والاذن، وساعات بتبقى هيريدو فاميليال، وساعات بتبقى نيوروزز. يعني بلاش ما تقول كلمه هيستيريكال، انا سايكوجينيك. ايوه سايكوجينيك اللي هي دي، مش كده؟ اللي انا بتكلم على البايلاترال انوسميا. باروسميا دي يعني ايه؟ العيان هو عنده حاسه الشم فيها اضطراب، بحيث ان هو بيشم دايما ريحه وحشه، وبيقولوا ان هو بيتهيأ له، يعني فاهم ازاي؟ ودي غالبا برضه بتبقى سايكوجينيك. لكن في حاجه تانيه اسمها اولوفاكتوري هالوسينيشن، اللي هو بيشم قلنا ايه؟ رائحه، اكتب دي بقى هنا ما تنساش، رائحه بيرنينج رابر، اللي هو بيشم رائحه كاوتش يحترق، تبقى ريحه محدده، زي ما تكون كده انت جايب كيس نايلون وحرقته، تشم ريحه تقول في حاجه كده بلاستيك بتتحرق، او حاله او بيرنينج رابر. دي مشهوره في التمبرال لوب ليجنز، تمام؟ بس مش عايزك تعرف اكتر من كده في الجزء ده. تعالى بقى خش لي على الاوبتيك نيرف، فهات لي بقى في ورقه كده طلعها لي صفحه في النيورو اناتومي.